الحياة مستمرة وما بتجيف، والسودان حيبقى بشعبه المعطاء. أما الخونة والعملاء اللي بتوجههم السفارات وأصحاب الجوازات الأجنبية، ما في ليكم مكان تاني معانا. صحيح الزول بيتأسف للضحايا والدمار اللي حصل في البلد، لكن الحرب دي الشعب السوداني وقواته المسلحة أجبروا عليها، وإن شاء الله النصر قريب. خلونا نعيش اللحظة دي للقاء بعض الجنود اللي كانوا في المهندسين مع أسرهم، ولحظات اللقاء الجياشة. يا بالله من أم درمان سلام، ها؟ من أم درمان سلام، مبروك مبروك من أم درمان سلام، مبروك والله، مبروك مبروك مبروك، الله أكبر، مبروك مبروك، الحمد لله بالسلامة، الحمد لله بالسلامة، مبروكين والله، الحمد لله لكم بالسلامة، يا سلام يا أخوان، نقول الحمد لله بالسلامة يا أخوان، دي برا سلامة، دي سلامة يا حاجة، استغفر يا زولة، دي سلامة دي يا زولة يا حاجة، قول له الحمد لله بالسلامة يا حاجة، يا حاجة استغفر يا حاجة، استغفري 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 استغفر يا أمي يا حاجة، يا حاجة يا حاجة يا حاجة، الحمد لله والسلامة، الحمد لله والسلامة، هاي الحمد لله والسلامة يا حاجة، شيلها فوق يا حاجة، الحمد لله والسلامة، الحمد لله والسلامة، الحمد لله يا ياسين، ياسين الحمد لله ملك يا ياسين يا بالسلامة، الحمد لله يا ياسين، واحلى ياسر ما شاء الله، الحمد لله لكم بالسلامة يا اخي، الحمد لله، اي والله البركة، البركة جانا طيب زي ما بقولوا، اي والله يا حبوبة، يا ربنا يخليك لنا ان شاء الله، ان شاء الله، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب، اللهم امين، الحمد لله لكم بالسلامة ان شاء الله جمال يا رب، حياتك انت سعيدة، نسمع زغروتة يا حبوبة، ابشر والله، ابشر والله، ابشر، ابشر والله، وفي مثال لاستمرارية الحياة على الرغم من الصعوبات، الجياشي والشاعر والدلبرير الكردفاني يتأهل ويدخل القفص الذهبي، ومبارك ليه وزي ما بقولوا أهلنا بيت ماله عيال. وداير أضرب مثال إنه العنصر البشري المؤهل والواعي هو حجر الأساس لأي نهضة وتنمية. لو ذكرنا مثلا دولتين بعد الحرب العالمية الثانية، اليابان وألمانيا، الدولتين ديل كانت خسائرهم كبيرة جدا وتكاد تكون بدت من تحت الصفر، وانتشر الفقر وتفشت الأمراض، لكن من بقي من الشعب اتأهلت لهم قيادة وطنية قدرت إنها تنهض من تحت الركاب. ونحن في السودان ما بتنقصنا أبدا أي كوادر مؤهلة، محتاجين قيادة سياسية واعية وشريفة ونزيهة حتى يرجع السودان أفضل مما كان بإذن الله. ويمكن الشعب السوداني من فوائد الحرب إنه عرف من الوطن الغيور ومن جلب الدمار والخراب على البلد.